معي ايضا كاتبنا الكبير، وكاتبنا الكبير هنا مش بس من اكابر الوطن ده، كبرنا في الصحافة المصرية وفي الاعلام المصري، الكاتب الكبير الاستاذ مفيد فوزي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا محمد، اهلا بيك يا طمني حبيبي. عليك، انت وحشني جدا والله. الله يخليك يا محمد. الحمد لله. يعني انا جارك الاستاذ تامر امين ايوه ظهرت عنده يوم الاسبوع الاربعاء. اللي فات انت... يوم الاربعاء اه في هذه الطله الاسبوعيه اللي ادتهاني قناه النهار. اه والحمد لله انا كان عندي ارتباكات في السكر، مم. فببساطه شديده المسائل دي ما تعالجش كده بالهوى اه ولا تعالج بالفهلوة. فأحد الأصدقاء قال لي أرجوك أن تذهب إلى المستشفى، وذهبت إلى المستشفى وقضيت بالضبط 48 ساعة، خرجت ثاني يوم على طول. الحمد وعملوا لله. لي محاليل جفاف وبتاع وحاجات زي كده، وظبطوا السكر إلى حد كبير. وأنا مشكلتي البسيطة عادية جدا إن أنا السكر احيانا بيخذلني، يعني ودي يعني شيء مهم جدا اقوله للانسان اللي تعدى سن الاربعين وخمسين، يعني السكر لابد من قياسه. وجبت جهاز، لكن انا من جيل يا محمد ما يعرفش يتعامل مع الاجهزه بهذه الدقه وهذه المتانه، فاصبحت ببساطه شديده بلجا الى صيدليه. ولكن الناس كالعادة فيما يتعلق بمواقع التواصل التي أرجو أن يرتفع صوتك لتغليظ عقوبة ما يلعبون في هذه المواقع ويقولوا حاجات وحكايات بحثا عن الترند، صحيح، آفة هذا الزمن. فقالوا حاجات وعملوا حاجات. حضرتك اهو النهارده بتكلمني، طبعا طبعا، وبتكلمني في وبكلمك الفيسبوك. ومبسوط بانه انا بجلجله صوتك، يعني انت عارف صوتك دايما من زمان، واحنا يعني بنتابع في كده يعني ايه تجلي في نبرة صوتك. ايوه يعني نبرة بالظبط. يعني لا انا يعني حضرتك لازم خد بالك من نفسك، لان احنا بنبقى مطمنين والله وانت موجود وبتكتب وبتتكلم، ويعني اكابرنا دايما بيبقوا أشكرك. مونسنا. طيب وتعبير جميل قوي، أكابر هذا الوطن. صحيح صحيح، وأنا في الحقيقة ما بعتبرش نفسي من كبائر هذا، يعني من أكابر هذا الوطن، ولكن أنا بعتبر نفسي من آباء المهنة صحيح. لا صحيح، التي ننتهينا حضرتك وأنا. طب قبل ما نروح للحوار، بحكم بقى إيه يعني أحد آباء المهنة الكبار، أنا استمتعت بالكتاب اللي هو الشيق جدا، آخر كتاب حضرتك أصدرته عن كتاب كواليس اليوم، كواليس. كواليس ويمكن أنا استعنت بيه في مقال كنت كتبته عن اللي هو موريس وإيريني اللي كان في مسلسل الاختيار، لما كانوا عايزين يخرجوا من مصر، وحكيت تجربة حضرتك لما نعم قررت إنك تخرج من مصر أيام الإخوان. تمام وجت لحظة، الإخوان. وجت لحظة قلت لأ. قلت فأنا لأ. هذه الواقعة منشورة صحيح في الكتاب، وأنا نشرتها في مقال، لكن حضرتك عارف أن التلفزيون هو السيد، وما يقال يعني صوتا وصورة يبقى أكثر. فأنا هطمع إن حضرتك يعني تقص لي السادة المشاهدين هذه الواقعة اللي ليها دلالة كبيرة جدا، أنه في لحظة أنت قررت لما لقيت الوطن مختطف تمشي، لكن عندما أدركت أن هناك من يستعيد هذا الوطن فبقيت فيه. هم بالضبط بطريقتي التغريدية في الكتابة ثلاث أسطر. السطر الأول اختنقت. السطر الثاني تعذبت من الاعتداء على الكاتدرائية رمز المسيحية وثوابتها الرئيسية. السطر الثالث اضطريت ان انا افكر في الهجرة الى كندا، حيث شقيق السيدة آمال العمدة رحمها الله، الله صحيح، يرحمها، موجود في كندا وفي تورونتو بالتحديد. قال لي تعالى. قلت له هاجي ايه؟ اعمل ايه؟ قال لي تشتغل في التلفزيون المصري في كندا، تطلع تقابل المصريين، هم دول اللي هم يبقوا جمهورك في هذا الوقت. قررت بيع كل ما يتعلق بيا.
دعنت بأحد الأصدقاء والسطر الخامس شفت المظاهرة الرهيبة الكبيرة اللي ما شفتش مثلها طول العمر. وأنا من جيل يا محمد عاش عبد الناصر وعاش السادات وعاش مبارك وعاش الإخوان. صحيح. ما شفتش في الشارع حاجة بهذا الشكل، ما شفتش في الشارع تجمع مهول بهذا الشكل. حسيت إنه سبيكة مصرية من اللهب الخاص تقف وراء ضابط حصيف عاقل جريء رهيب أنه يقف أمام هؤلاء الناس، ولكنه استطاع أن يقف ويجمع الأمة بأسرها ويناقش ويقول كما تفضلت حضرتك أن مصر تختطف. في اللحظة اللي مصر فيها بتختطف أنا قررت الابتعاد وعيش برا. هتقول لي طب وبنتك؟ بنتي عندها جوزها وابنها يعني زميلتنا وصديقتنا العزيزة حنان. طبعا طبعا تمام الله يخليك. فاللي حصل بالظبط ان انا بعد ما شفت المظاهرة وتابعت عن قرب كصحفي اللي بيحصل وتابعت المواقف اللي حصل وتابعت اندحار هؤلاء وتابعت ازاي هم بيتعلقوا باي قشة وتابعت المثقفين الذين كانوا يمسكون يا محمد العصا من المنتصف وهو موقف مكحل بالجبن. تابعت كل ده حينما اطمأن قلبي الى انه البلد لن تختطف وان البلد هتبقى في عينين هذا الضابط الحصيف الجريء. قلت مفيش داعي تماما الهجرة وبقيت في مصر ورجعت كل العقود اللي كانت مكتوبة. طيب وبقيت في مصر. طيب انا من ايام يعني الكتاب بتاع نجوم لامعة، معرفش حضرتك ده فاكره ولا لا، يعني فاكره. كتاب نجوم لامعة اللي جمعت فيه عدد من الحوارات مع شخصيات عظيمة جدا، وبعدين حتى الكتاب كتاب هؤلاء بجزئيه، وبعدين الكتاب بتاع نزار قباني، الحوار مع نزار قباني، ثم الحوار مع الأستاذ هيكل. وعايز أقول لحضرتك يعني أنت لك فضل كبير جدا في، أنا عملت الكتاب بتاع يعني محاولة لمذكرات هيكل كانت النقطة من عندك. هو قال لي لما اللي هيكتب مذكراتي حد تاني، بس شوف أنا قلت إيه، بنفس التعبير مع حفظ اللقب وأستاذيتك، قال لي شوف أنا قلت إيه لمفيد وهتفهم. فأنا أقول لك الحكاية دي بعدين. لكن كل هذه الشخصيات التي حاورها الكاتب الكبير والمحاور اللامع مفيد فوز، من هي الشخصية التي غلبتك؟ هيكل. نعم. لماذا هيكل؟ هيكل استاذ محمد علمني الصياغه، علمني ادب الثقافه وادب الصحافه، علمني ازاي اكحل كل ما اكتب بالفن والذوق والرقي. هيكل مدرسه، قد تتفق معه او تختلف، صحيح، لكنه مدرسه وعلمتني كثيرا. لا أنكر أيضا أن أحمد بهاء الدين قد علمني أيضا المباشرة. لا أنا لا أسأل عن من علمك، أنا أسأل عن من غلبك. من غلبني هيكل. هيكل. نعم. طيب نعم. أنا قرأت يعني منسوب إليك أن أسامة الباز هو من غلبك لأنه سد كل الثغرات التي يمكن أن تدخل إليه منها كمحاور، هل هذا صحيح؟ نعم. لا مش صحيح. لا. طيب كويس، لان احنا بنصحح، لانه ده منتشر يعني كبوست على الفيسبوك انه اسامه الباز هو من غلب مفيد فوز، فانت حضرتك بتقول لا. لا، لانه اسامه الباز كان محددا وواضحا. قال لي انا بتكلم على طول. أيوة. ما تقاطعنيش. ايوه. قلت له بعدين انا محاور. قال لي محاور لنفسك.
قلت له الدكتور اسامه محاور للناس ازاي؟ المحاور سين وجيم. قال لي لا ده في الاسم. قلت له ايه ده يا دكتور اسامه؟ هو انا قال لي في التعقيقات. انت بتعمل معايا تحقيق؟ قلت له دكتور اسامه الحوار هو مد وجذب. ولذلك ببساطه اطرح لك افكاري وتطرح افكارك. قال لي انا مش طالبك عشان تطرح افكارك. انت تسمع افكاري. هكذا طيب. كان طيب. الحوار غريبا مع ورهيبا أسامة مع اسامه الفارس. طيب هاتمع. لكن هيكل دكتور محمد اتفضل. لكن هيكل بعت له اقول له هل كان يعلم عبد الناصر بما كان يجري؟ هل كان يعلم عبد الناصر بما كان يجري في المخابرات؟ هل كان يعلم عبد الناصر بما كان يجري في القصور؟ هل كان عبد الناصر يعلم بكذا بكذا بكذا؟ رد علي وقال لي في القريب العاجل قد نتفق معا في حوار سياسي يرد على كل ما أنت تفكر فيه. أما الآن وأنت قد طلبت من البداية أن يكون الحوار إنساني فبالتالي دعني أن يكون الحوار إنساني فقط. أدركت أنه يهرب تماما من الردود لهذه الأسئلة المدببة. صحيح صحيح. نعم. طيب لأنه كان غريب جدا يعني هل كان عبد الناصر يعلم بما كان يجري مع المشير؟ هل كان عبد الناصر يعلم بما كان يجري في أجواء غريبة كذا وكذا وكذا؟ إذا كان هيكل يعلم. صحيح. ولذلك كان خطاب هيكل حين تنحى عبد الناصر كان خطابا عظيما كانت صياغته أعظم. صحيح. طيب أنا عايز أسمع من حضرتك يعني في برضه لأنه إحنا أنا أحاور يعني واحد من عقول مصر العظيمة الأستاذ خالد محمد خالد له كتاب مهم جدا قال لو شهدت حوارهم لقلت. رسالتك يا فندم بنفس هذه الصياغة لو شهدت الحوار الوطني المزمع إجراؤه لقلت يا ريس يجب أن يخرج الناس من صمتهم. يجب أن يقول الناس ما يعلمون على وجه الدقة. ليس عن جهل وليس عن غباء. أنا فاكر مرة الرئيس كان في مناقشة أو لا إلى مناقشة وبعدين أحد الأشخاص تطوع وقاعد يتكلم فأنا فاكر الرئيس اندفع وكان محقا وقال له أنت مين؟ أنا لا أريد أن يكون الحوار فيه شخص يعني يضطر ان احنا لا نقاطعه. واتمنى ان الحوار يبقى حوار وطني فيه امانه. انا مرددها 3 مرات. ولذلك الحوار الوطني المقترح هو حوار مجتمعي قيمته الوحيده انه سينقل يا دكتور محمد كف الوطن للوطن. صحيح كف الوطن للوطن. نعم صحيح صحيح. يعني انا انت عارف انا سعيد جدا بشكل شخصي ان انا يعني سمعت صوت حضرتك ودايما بنتعلم منك ودايما شكرك. يعني انت مش الان كبرنا في هذه المهنه يا استاذ مفيد بشكرك جدا على هذه الاطلاله والحمد لله اطمنا على صحه الاستاذ مفيد فوزي كمان.